وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. دكتور حامد، بعد التحية نتحدث عن أن ساعات قليلة تفصلنا عن انعقاد هذه القمة العربية، قمة تنعقد بعد سنوات من الانقطاع نتيجة لكورونا وما شابه. توقعاتك لهذه القمة وأهمية هذه القمة بعد هذه الفترة؟ أهلا بك يا أستاذة وأهلا بالسادة المشاهدين كسرا نيوز. طبعا يعني هذه القمة لابد أن تحقق رغبات وطموح الأمة العربية، في ظل أن القمة السابقة عقدت في تونس في منتصف عام 2019، يعني منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، والأزمات العربية زادت بشكل كبير جدا منذ أحداث الربيع العربي، وبين قوسين هذه الكلمة تحديدا التي كان لها مفعولها السيء على الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وانعكست بشكل كبير على إحداث حالة من التوتر والانقسام الداخلي الحاد في الكثير من الدول. وبالتالي هذه القمة وتوقيتها هام جدا لبحث القضايا العربية والعمل بشكل كبير على كيفية إيجاد حلول شاملة وناجعة لأغلب القضايا العربية، في ظل أن هناك حرص كبير من كافة القادة العرب على أن يكون هناك عملا عربيا مشترك يحقق الرخاء والنماء لشعوب المنطقة العربية، في إطار أن الأزمات المتعاقبة التي يمر بها العالم الآن لها انعكاسات سلبية خطيرة على مجمل الأحداث. وبالتالي هذه الأحداث، سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو تداعيات أزمة كورونا، هذه الأحداث لابد أن يكون هناك تكتلا سياسيا اقتصاديا أمنيا تجاريا يحقق الرخاء والنماء بين شعوب المنطقة كافة، في ظل الحرص أن يكون هناك توافقا وتوافقا لتعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك. نعم، إذن دعنا نتحدث عن القضايا الملحة والقضايا غير الملحة التي من المفترض أن تناقش في هذه القمة، يعني القضايا التي على رأس الأولويات وما بعدها. يعني وفقا لما أطلق على هذه القمة وهي قمة لم الشمل، أولا لابد أن يكون هناك أرضية مشتركة أو البحث عن إيجاد أرضية مشتركة للبحث في الكثير من القضايا العربية. في ظني وتقديري أن الجزائر لديها اهتمام كبير، على اعتبار أن هذه القمة تعقد على أرضها وهي المرة الرابعة، وبالتالي القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية للمنطقة العربية، فستكون على رأس اهتمامات وأجندة القمة العربية الحالية، على اعتبار أن الجزائر نجحت في لم الشمل الفلسطيني، وأيضا العمل على أن يكون هناك خطوات ملموسة من فتح مسارات تفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، خاصة أن المفاوضات متوقفة منذ العام 2014، وبالتالي تحتاج الجزائر إلى دعم مصري حقيقي ودعم عربي حقيقي، في ظل أن الدولة المصرية، وهذا كان سيكون السؤال التالي بالفعل، الدور المصري في انعقاد هذه القمة وبالنسبة للقضايا التي تحظى بأولوية. يعني سؤال مهم جدا يا فندم، لأن دور الدولة المصرية نجد أن أول زيارة قام بها الرئيس عبد المجيد تبون لكي يكون هناك تنسيقا وتشاورا مع دولة عربية، كانت للدولة المصرية، على اعتبار أن الدولة المصرية هي رمانة الميزان في استقرار المنطقة العربية. كانت هذه الزيارة في يناير الماضي، وكيف كان لهذه الزيارة دعما مصريا حقيقيا للشقيقة الجزائر في إطار سعيها في إقامة هذه القمة التي أجلت من مارس عام 2020، و بالتالي أجلت عامين متزامنين، ولكن الدولة المصرية دعمت كل القضايا العربية. نجد أنه في عهد الرئيس السيسي قامت الدولة المصرية بكل الجهود لدعم كافة أوجه التعاون مع كافة الدول العربية وتحقيق الاستقرار. نجد أنه منذ تولي الرئيس السيسي كانت أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت خاصة بفلسطين وكيفية عودة القضية الفلسطينية إلى صدة المشهد العالمي مرة أخرى، وكان هناك تصعيد خطير، يعني شاهدنا أن هناك 3 اعتداءات متكررة على قطاع غزة كانت في عهد الرئيس السيسي، ونجحت الدولة المصرية والمفاوض المصري في الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا على الأراضي الفلسطينية، كان في العام 2014 وفي العام مايو 2021،
وايضا نجحت الدوله المصريه في اعاده اعمار غزه باعتبار ان مصر لديها شواغل ليست فقط سياسيا فيما يخص القضيه الفلسطينيه، ولكن شواغل انسانيه واجتماعيه، وايضا الدور المصري المحوري في دعم القضيه الليبيه على اعتبار ان مصر كان لها دور كبير جدا في دعم القضيه الليبيه وفقا لمبادره القاهره، وهذا ما اكد عليه وزير الخارجيه سامح شكري في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، من أن الدولة المصرية نجحت وبكل قوتها في أن تدعم استقرار الدولة الليبية، وأيضا العمل على أن يكون الحل في ليبيا ليبي ليبي ضرورة إخراج الميليشيات المسلحة، وهذا يتوافق مع الرؤى العربية وأيضا الدول الأخرى خاصة الدول التي لها حدود مشتركة مع الشقيقة ليبيا، على اعتبار أن هناك كان هناك مؤتمر هام جدا شاركت فيه الدول الثلاث مصر والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، الدول التي لها حدود مشتركة مع ليبيا والتي تؤكد وبقوة على أن هناك رؤية مشتركة في سبيل أن يكون هناك حلا ليبيا ووقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية. نعم. طيب لابد أيضا أن أنوه دكتور حامد، لأن لدينا الآن العديد من اللقطات لتوافد عدد كبير من القادة والملوك والرؤساء إلى الجزائر لحضور هذه القمة العربية، القمة 31 والتي تنعقد في وقت هام كما ذكرنا وكما تحدثنا، وخاصة أيضا أنها تأتي بعد انقطاع لانعقادها لمدة 3 سنوات نظرا للظروف العالمية، وهناك الكثير من الملفات المهمة التي تنتظر القادة في هذه القمة لإيجاد حلول واتفاقيات فيما يتعلق بها. طيب دكتور حامد، الاجتماعات التحضيرية كون أنها كان من المفترض أن تكون لمدة 2 يوم وامتدت لمدة 3 أيام، دلالة هذا الأمر كيف ترى؟ يعني في ظني وتقديري أن هناك رغبة حقيقية من قبل الدولة الجزائرية ومن كل الدول العربية على أن يكون هناك أرضية مشتركة بين الدول العربية، في إطار أن الأوضاع الآن يعني تحتاج إلى أن يكون هناك تكاتفا ليس فقط على المستوى السياسي يا فندم، ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي الذي لا يقل أهمية عن الأوضاع السياسية واستقرارها السياسي، في ظل أن حجم الاستثمارات على سبيل المثال حجم الاستثمارات العربية في الخارج تتخطى ال 2000 مليار دولار، احنا بنتحدث عن 2 تريليون دولار، وبالتالي لابد من إعادة صياغة العلاقات العربية بشكل كبير اقتصاديا بما يتوافق مع تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة والمنفعة المتبادلة، خاصة أن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير في أن تكون قبلة للمستثمرين العرب، لابد من إعادة صياغة هذه الجزئية تحديدا على اعتبار أن هناك بيئة تشريعية خصبة، وأصبحت الدولة المصرية وفقا لما قامت به تجربتها بأنها تجربة ملهمة في ظل ما تعانيه أوروبا من نقص في إمدادات الغاز والطاقة، وأيضا على المستوى الأمن على اعتبار أن مصر أصبحت من أوائل الدول التي لديها السلعة الأغلى في العالم وهي سلعة الأمن، وبالتالي لابد من تحويل ولو جزء ولو ربع من هذه الاستثمارات إلى المنطقة العربية لكي يعود بالنفع على الشباب ومستقبل الأمة العربية بشكل كبير ويحقق الرخاء والنماء، وهذه الجزئية لا تقل في ظني وتقديري بأي حال من الأحوال عن استقرار الأوضاع السياسية، في ظل أن المنطقة العربية الآن أصبحت مهمة جدا ومهمة جدا لكل الدول الدولية التي تريد أن تستقطب المنطقة العربية لتحقيق مصالحها في استقرار النظام العالمي. نعم. طيب حضرتك بدأت حديثك فيما يتعلق بالاقتصاد أو تحدثت بداية عن الاقتصاد، على سبيل المثال أوجه التعاون الاقتصادي التي من الممكن أن تكون بين الدول العربية، من ضمنها بالتأكيد اتفاقية المنطقة الحرة، ودعنا نتحدث عن أهمية هذه الاتفاقية والمردود منها. بالفعل يعني أثناء انعقاد أو أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في العام 2019 نجحت الدولة المصرية في توقيع إطار التنفيذي لاتفاقية التجارة القارية الحرة التي تخدم أكثر من 1.3 مليار نسمة، وحجم استثماراتها يتخطى 3.4 تريليون دولار، وبالتالي على اعتبار أن هناك علاقات اقتصادية قوية مع الدولة المصرية وبين كافة الدول العربية والأفريقية، على اعتبار أن هذه القمة تنعقد في الجزائر، وعلى اعتبار أيضا أن مصر والجزائر هم البوابتين الرئيسيتين للقارة الأفريقية، وبالتالي لابد من أن يكون هناك تنظيما عربيا للعمل اقتصاديا وفتح أفاق أرحب فيما يخص الاقتصاد، لأن الاقتصاد هو مرآة
قوة الشعوب ورغبتها في تحسين معيشتها في ظل الرغبة الحقيقية من قبل القيادة السياسية المصرية والرئيس السيسي في أن يدفع نحو تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك، وأيضا تشكيل تكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني يحقق الاستقرار والنماء والرخاء لكل شعوب المنطقة في ظل حرص الدولة المصرية وكل الدول العربية على أن يكون هناك توافقا في هذه الجزئية تحديدا، وهو ما شاهدناه من تدشين آلية التشاور السياسي الثلاثي المصرية الأردنية العراقية، وأيضا من تدشين الآلية الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات وانضمت إليها البحرين، وأيضا يعني كل ما يدفع في اتجاه تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك، وأيضا الاتجاه نحو تنفيذ مشروع القاهرة قطاون من ناحية، وأيضا مشروع الشام الجديد. كل هذا يؤكد أن هناك مشاريع بالفعل من الممكن جدا أن يتم التوافق حول هذه الموضوعات بين الدول العربية لتحقيق أكبر المكاسب السياسية والاقتصادية من خلال هذه الاجتماعات التي في ظني وتقديري أنها تأخرت كثيرا، لأن هذه الاجتماعات نجد أن العلاقات الثنائية جيدة جدا بين الدول، ولكن على مستوى الاجتماعات الخاصة بالتجمعات الكبرى نجد أن هناك بعض الخلافات التي لابد أن تذوب في سبيل تحقيق وتعظيم العمل العربي المشترك، وهو الطريق الذي أخذه على عاتقه القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي. نعم، ودعنا أيضا نتحدث عن ما يعاني منه العالم، وبالتأكيد العالم العربي والدول العربية جزء من هذا العالم. العالم الآن يعاني من تغيرات مناخية، يعاني من مشكلات متعلقة بتأمين الأمن الغذائي، مشكلات متعلقة بتأمين إمدادات الطاقة، هذه الملفات والقمة العربية. ملفات مهمة جدا حضرتك لأشرتي لأكثر من ملف. يعني أنا أتذكر كلمة الرئيس السيسي أمام قمة جالكسو في 26 في بريطانيا، واللي أشار بشكل واضح وأعطى روشتة واضحة لكيفية مواجهة القضايا التي تؤثر على الأمن القومي العالمي، ومن أخطر هذه القضايا كانت قضية التغيرات المناخية، على اعتبار أن هذه القضية الآن ليست قضية رفاهية ولكن هي قضية وجودية لبقاء البشرية، وبالتالي الدولة المصرية الآن لابد أن يعني يدرك العالم أنها تستضيف قمة 27 على اعتبار أنها تريد أن يكون هناك يعني رؤية مختلفة للتعاون مع التغيرات المناخية والتفاعل مع التغيرات المناخية، على اعتبار أنه لابد أن تتحمل الدول الكبرى مسؤوليتها وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، خاصة وأن الدولة المصرية تتحدث باسم المنطقة العربية والقارة الإفريقية، على اعتبار أن هذه المناطق هي المناطق الأكثر تضررا من التغيرات المناخية، وبالتالي لك أن تتخيلي أن كان من المفترض أن يتم التمويل ب 100 مليار دولار طبقا لمؤتمر الدنمارك، ولكن لم يتم هذه الجزئية تحديدا، ولن يتم أن تتحول الدول الكبرى لدفع هذه الجزئية، وبالتالي عليها أن تدرك هذه الجزئية تحديدا. فيما يخص الغذاء والطاقة باعتبارهم قضيتين يعاني منها العالم أجمع، في ظني وتقديري أنه لابد من أن يكون هناك تعاونا مشتركا بين مصر والدول العربية وبين الجامعة العربية تحديدا باعتبارنا إخوة فيما يمثل هذه القضية، لأن هذه القضية لا يمكن لأي دولة في العالم أن تتغلب عليهم إلا من خلال التوافق والتعاون. ودعينا أنه نشير إلى نقاط حية نشاهدها الآن في القارة الأوروبية من ارتفاع حجم التضخم وأزمات اقتصادية كبيرة، سواء في فرنسا، سواء في ألمانيا، سواء في إيطاليا، وهذه دول اقتصادياتها كبرى، فما بالك باقتصاديات دول ناشئة تحتاج إلى أن يكون هناك دعما حقيقيا لها من خلال تكثيف العمل العربي المشترك وإنشاء السوق العربية المشتركة، وأن يكون هناك بالفعل واقع حقيقي مختلف فيما يخص القضايا العربية سواء سياسيا أو اقتصاديا. نعم، دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذه التفاصيل التي تطرقنا إليها.